هذه هي طابله تاعنا تاع الفطور. هذو هما الشكيلات اللي وجدت. واللي بغات شي شكيله البنات نصورو ونصيفطو ليها. هادو سليلات تاع نيسلي، هادي حلوه بدون فرن. هادو خلاص قليبات السيليكون، هادو الوريضات. هذا البلاطو الثاني، هذا كعب غزال، هذه غريبه البهله، هذه حلوه عاديه مفنده في الكوك كنديروها بالزنجلان وكاوكاو. هذه البريوات، هذا فقاف، خلاص هادو لي صابلي. هذا ملوي لي صايبات ماما، نتوما كي كتشوفو كي كيجي غزال. لي بغا الطريقة ديالو تكتبها لي في لي كومونتيغ، وان شاء الله غادي نصوروا لكم. هذا البلاطو الثاني تاع لي صابلي، هذه هي طبيلتي المتواضعة. هذا البريريد الكويسات ديالنا.